في العرض السابق قمت بتوضيح أن نسب الأضلاع للمثلثات 30-60-90. إذا افترضنا أن أطول ضلع هو X، أن الوتر X، فإن أقصر ضلع سيكون X على 2، والضلع الأوسط أي الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 60 درجة يساوي الجذر التربيعي لـ3 ضرب X على 2. وبطريقة أخرى هي إذا كان أقصر ضلع يساوي 1، وسأفعل الضلع الأقصر ثم الضلع الأوسط. إذا كان الضلع المقابل للزاوية 30 درجة يساوي 1، بالتالي فإن الضلع المقابل لزاوية 60 درجة سيساوي جذر التربيعي لـ3 ضرب ذلك، إذا سيكون جذر التربيعي لـ3، ثم أن الوتر سيكون ضعف ذلك. بدأنا في العرض الأخير بإكس، وقلنا أن الضلع المقابل لزاوية 30 درجة يساوي X على 2، لكن إذا الضلع المقابل لزاوية 30 درجة يساوي 1، بالتالي سيكون ضعف ذلك أي سيكون 2. هذا هو الضلع المقابل لزاوية 30 درجة، وهذا المقابل لزاوية 60 درجة، ومن ثم المقابل للوتر أي مقابل الزاوية 90 درجة. وبشكل عام إذا رأيتم مثلثا يمتلك هذه النسب فتقول أن هذا مثلث قياس زواياه 30-60-90، أو إذا رأيتم مثلث أنتم تعلمون أن قياس زواياه 30-60-90، فيمكنكم أن تقولوا أعلم كيف أجد واحدا من الأضلاع استنادا إلى هذه النسبة. وكمثال إذا رأيتم مثلثا كهذا، حيث أن أطوال أضلاعه هي 2 و2 ضرب الجذر التربيعي لـ3 و4، مرة أخرى فإن نسبة 2 إلى 2 الجذر التربيعي لـ3 تساوي 1 إلى الجذر التربيعي لـ3، نسبة 2 إلى 4 تعادل 1 إلى 2، فهذا يجب أن يكون مثلث قياس زواياه 30-60-90. ما أرغب بتوضيحه لكم في هذا العرض هو نوع آخر مهم من المثلثات التي تتواجد بكثرة في الهندسة وفي علم المثلثات، وهي المثلثات التي قياس زواياها 45-45-90. أو بطريقة أخرى للتفكير، إذا كان لدي مثلث قائم وإضافة إلى ذلك متساوي الساقين، مثلث قائم ومتساوي الساقين، وبكل وضوح فإنه لا يمكنك الحصول على مثلث قائم ومتساوي الأضلاع، لأن المثلث متساوي الأضلاع جميع زواياه قياساتها 60 درجة، لكن يمكنكم الحصول على زاوية قائمة، يمكنكم الحصول على زاوية قائمة في المثلث متساوي الساقين. المثلثات متساوية الساقين، دعوني أكتب هذا، مثلث قائم متساوي الساقين right isosceles. وإذا كان مثلث ما متساوي الساقين فهذا يعني أن ضلعان منه متساويان في الطول، إذن هذان الضلعان متساويان. ثم إذا كان الضلعان متساويان لقد أثبتنا أن زوايا القاعدة تكون متساوية. إذا سمينا قياس زوايا القاعدة هذه بX، الآن نحن نعلم أن X زائد X زائد 90 يجب أن يساوي 180، X زائد X زائد 90 يجب أن يساوي 180، أو إذا طرحنا 90 من كلا الطرفين سنحصل على X زائد X يساوي 90، أو إذا قسمنا كلا الطرفين على 2 سنحصل على X تساوي 45. إذن المثلث القائم والمتساوي الساقين يمكن أن يسمى أيضا، وهذا هو الاسم المثالي له، يمكن أن يسمى أيضا بالمثلث الذي قياس زوايا 45-45-90، بالمثلث الذي قياس زواياه 45-45-90 تريانجل. وما أريد فعله في هذا العرض هو الحصول على نسب الأضلاع المقابلة للزوايا 45-45-90، وهذا مباشرا أكثر لأنه في المثلثات التي قياسات زواياها 45-45-90. إذا سمينا واحدة من الساقين بX فالساق الأخرى أيضا ستكون X، ثم يمكننا استخدام نظرية فيثاغورس لإيجاد طول الوتر. إذن دعونا نسمي طول الوتر بC، فنحصل على X تربيع زائد X تربيع، هذا مربع كل ساق.
وعندما نحصل على مجموعهما سيكون الناتج سي تربيع. هذه هي نظرية فيثاغورس بشكلها العام، فنحصل على 2x تربيع يساوي سي، يساوي سي تربيع. يمكننا أن نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين. أريد أن أغير اللون إلى الأصفر، ولا حسناً. الآن دعونا نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين. الجذر التربيعي لكلا الطرفين، نحصل في الجانب الأيسر على الجذر التربيعي لإثنان وتبقى كما هي، ثم الجذر التربيعي لإكس تربيعي يكون إكس. إذا نحصل على إكس ضرب الجذر التربيعي لإثنان يساوي سي. إذا كان لدينا مثلث قائم متساوي الساقين مهما كان طول الساقين فسيكونان متساويان، ولهذا السبب هو متساوي الساقين. الوتر سيكون طوله الجذر التربيعي لإثنان ضرب ذلك. إذا سي يساوي إكس ضرب الجذر التربيعي لإثنان. على سبيل المثال إذا كان لدينا مثلث كهذا، دعوني أرسمه بطريقة مختلفة بعض الشيء. من الجيد أن نتعرف على طرق جديدة في كل مرة. إذا رأينا مثلثا قياس زواياه 90 درجة، 45 و45 هكذا، وعليك أن تعرف قياس اثنان من هذه الزوايا حتى تعرف قياس الأخيرة كم سيكون. وإذا أخبرتكم أن هذا الضلع قياسه 3، وفي الواقع لا يتوجب علي أن أخبركم أن الضلع الآخر هذا سيكون 3 أيضا، هذا مثلث متساوي الساقين أي أن قياسات ساقاه متساوية، ولا يتوجب عليك أن تطبق نظرية فيثاغورس إذا كنت تعلم هذا. هذا الشيء من الجيد أن تعرفه، إن الوتر هنا أي الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 90 درجة سيكون الجذر التربيعي لإثنان ضرب طول أي واحدة من الساقين، إذا سيكون 3 ضرب الجذر التربيعي لإثنان. إذا نسبة الأضلاع والوتر في المثلثات التي قياس زواياها 45 90 أو المثلث القائم متساوي الساقين، نسبة الأضلاع هي واحدة من الساقين ستكون واحد، بالتالي فإن الساق الآخر سيكون له نفس القياس، ثم الوتر سيكون الجذر التربيعي لإثنان ضرب أي واحد من الساقين، إذا واحد إلى واحد إلى الجذر التربيعي لإثنان. إذا هذا 45 45 90، دعوني أكتب هذا 45 45 90، تلك هي النسب. وكمراجعة إذا كان لديكم مثلث 30 60 90 فالنسب ستكون واحد إلى الجذر التربيعي لثلاثة إلى إثنان. والآن سنقوم بتطبيق هذا على مجموعة من المسائل.